بيتك بيتك هو منار الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة عايشة بجد. بيتك بيتك هو سيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منارة الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. ابني ابننا طوبى طوبى صلوات محبوبة بالصعاب تمسح دموع. بيتنا يا رب بيتك. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بيتك. في الحقيقة النهاردة أنا مبسوط جدا 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 لأن معانا ضيف مميز. معانا النهاردة الأستاذ نصر محروس. أستاذ نصر محروس مدرس بكلية اللاهوت الرسولية بإسكندرية وخبير التنمية البشرية. أهلا بك أخ نصر. أهلا. أنا مبسوط جدا أن أنت معايا النهاردة، وأنا دايما أقول أن أنت أستاذي. شرف كبير لي. أهلا بيك. شرف كبير. أهلا بيك. أهلا بيك. مبسوطين جدا النهاردة يكون معانا الأخ نصر. النهاردة موضوعنا عن أساليب التنشئة، طرق التنشئة. كل واحد فينا بيربي ابنه أو بنته بطريقة، كل واحد فينا مقتنع. مرات كتير جدا بنحس إن بعد العمر ده كله، بعد كل اللي عملناه، النتائج اللي وصلنا ليها مش هي اللي احنا عايزينها. كل طريقة من طرق التنشئة ليها نتيجة، وده النهاردة اللي هنستأذن الأخ نصر يكلمنا عن الطرق التنشئة. حضرتك الطريقة الأولانية إيه اللي احنا بنستخدمها؟ خليني في البداية أقول أنه ما أعتقدش أن حد فينا عنده أعز من أولاده ونفسه باستمرار أنه هم يطلعوا أفضل منه بكتير. لكن الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة أنه أوقات كتير بنحاول نربي ولادنا بنفس الطريقة اللي احنا تربينا بيها، واحنا ناسيين انه في فرق ثقافي وفي فرق اجتماعي وفي فرق معرفي بين جيلنا وبين جيلهم. فأوقات كتير بنقول لهم ان الطريقة اللي احنا تربينا بيها دي افضل طريقة، واحنا عايزين نطبق نفس الطريقة، لكن الحقيقة نخطئ كثيرا جدا. ليه؟ لان بقول ان في فرق ثقافي او معرفي من 3 سنين الى 5 سنين. بمعنى الحاجات اللي حضرتك اتعلمتها وانت في سنهم من 30 سنة هم دلوقتي يعرفوها قبلك بحوالي 5 سنين. يعني اللي حضرتك عرفته عن الجنس وانت عندك 12 سنة دلوقتي طفل عنده 7 سنين يعرف. وبالتالي في فرق ثقافي وفرق معرفي. لو حضرتك حبيت تربي بنفس الطريقة هتبقى بالنسبة لهم آسف طريقة متخلفة. لذلك لازم نفهم انه عمليات التنشئة الاجتماعية بتختلف من جيل الى جيل ومن زمن الى زمن. طب ايه الاساليب بقى اللي احنا بنتخذها؟ حضرتك ممكن تصنفها لنا الاول؟ بس نتكلم يعني ايه المقصود بعملية التنشئة الاجتماعية. عملية التنشئة الاجتماعية العملية اللي بحول فيها الطفل او ابني من كائن بيولوجي
إلى كائن اجتماعي. يعني إيه كائن بيولوجي؟ كائن بيولوجي يعني كل اهتماماته متعلقة بنفسه، فأنا هطلعه بره نفسه عشان يعرف يتعامل مع الناس، يعرف يتعامل مع المجتمع. لو بصينا للطفل الصغير اللي بنقول عليه كائن بيولوجي، هنجد ان الطفل بيعيط امتى؟ بيعيط لو جعان او عيان او محتاج يغير، كل اهتماماته تبقى متعلقة بنفسه. عملية التنشئة الاجتماعية انا بعدل من سلوكه عشان يعرف ازاي يتعامل مع الناس، يتعامل مع الاخرين، يكون فرد مندمج في مجتمع يفهم ثقافة وامور هذا المجتمع. يعني بعدل سلوكه عشان يتوافق مع المجتمع اللي هو فيه. تمام. الحاجة التانية اللي محتاجين نعرفها، طب يا ترى مين اللي بيقوم بعملية التنشئة الاجتماعية؟ مين؟ يعني اوقات بنفتكر ان الاسرة بس هي اللي بتقوم بعملية التنشئة الاجتماعية، لكن الحقيقة في حوالي 4 أو 5 حاجات بيقوموا بعملية التنشئة الاجتماعية. الأسرة هي طبعا الأساس، وهي الجماعة الأولانية اللي بينشأ فيها الطفل، فبالتالي الأسرة هي اللي بتشكل كيانه الاجتماعي، بتشكل شخصيته، بتشكل فكره. ودايما بيقولوا انه 10 سنين الأولانية في حياة الطفل، خلي بالك كل أب وكل أم يخلي باله من الكلام ده، 10 سنين الأولانية في حياة الطفل هي 10 سنين اللي بتشكل فيهم شخصية الطفل. استأذنك، أنا دايما أقول إن البيت الأسرة هو المصنع. نعم. للورشة، الورشة. نعم. اللي بيتصنع فيها الولد الأول. نعم. يعني. ربنا اداك هدية رائعة حقيقة. طفل أنت وكيل عليه، فأنت بتاخد قماشة وأنت اللي بتشكل فيها، وبصماتك بتبقى واضحة عليه، انت اللي بتزرع فيه القيم، انت اللي بتزرع فيه الاتجاهات، انت اللي بتزرع فيه المعتقدات. داخل الاسرة الطفل بيتعلم من كذا حاجة، ممكن يتعلم عن طريق الملاحظة والتقليد، فدايما الطفل بيقلد سلوك باباه، بيشوف الكلمات اللي بابا بيستخدمها مع ماما، يا ترى بيناديها باحترام ولا بيناديها باسلوب مش كويس، بيشوف بابا بيتعامل ازاي مع اخواته، بيشوف ماما بتتعامل ازاي مع بابا، بيشوف الصوت العالي ولا بيشوف الهدوء، بيشوف الكلام المهذب الذي يليق ولا الكلمات التي لا تليق. فنجد ان البنت بتقلد مامتها، حتى ممكن تقف وتستخدم المكياج بتاعها، والولد ممكن بيكون بيقلد ابوه. كمان الطفل جوه الأسرة بيتعلم عن طريق الثواب والعقاب، والحقيقة الثواب والعقاب مهم جدا. ليه؟ لأنه الثواب معناه بتثبت أمر مرغوب فيه، فأنت بتشجعه بعبارات شكر، بتشجيع، بهدايا على أمر معين. وأيضا العقاب مهم جدا، لأنك أنت بتبتدي تمنعه عن تكرار سلوك معين. ثواب بدون عقاب هيعمل مشاكل، ممكن نتكلم عنها بعدين حقيقة. وعقاب بدون ثواب ايضا هيعمل مبدئيا واحنا في مرة هنتكلم عندك مع الضرب واحدة من طرق العقاب يعني. اكيد طبعا هنتكلم عن في مرة يعني. مرة نتكلم عن الاساليب العقاب، ازاي نعاقب ولادنا. وانا لما بقول عقاب مش بتكلم خالص، انا عارف ان ممكن اللي يجي البدني انا مش بتكلم خالص عن العقاب البدني، لكن العقاب البدني ده يعني اخر حاجة ممكن نلجأ لها. تمام. لغاية سن معين، لكن انا بتكلم عن انواع وطرق وتدريج معينة من العقاب قدام الثواب. واحد من العلماء قال جنب العصا لابد ان نجد تفاحة، فعندما تتعامل مع العصا تتعامل ايضا مع التفاحة. هناك سلوك يجب ان نشجعه بثواب، وهناك سلوك اخر يجب ان نمنعه عن طريق عقاب. وخلي بالك الطفل اللي بيتربى على التشجيع بيطلع طفل واثق من نفسه. كمان من ضمن الطرق في التنشئة الاجتماعية داخل الاسرة المشاركة في الاعمال المنزلية.
حتى لو ولد، حتى لو ولد او بنت. انا عايز اقول لكل اب وكل ام، واقول للامهات بالذات، انه من صغر الطفل لازم اعلمه لما يقوم يحاول يرتب سريره، يحاول انه يعلق هدومه، اعوده انه يغسل سنانه. لما احسسه بالمسؤولية ومشاركة في الاعمال المنزلية، انا بضمن انه لما يكبر يبقى شخص يعتمد على يعني نفسه. ابسط الامور يعني مثلا بعد ما بناكل نلم الاطباق. نعم. نعم. مع بعضينا، مش لازم، مش بالضروره يعني مثلا يغسل الاطباق، لا، حتى يودي الطبق بتاعه، يودي الطبق بتاعه، او صح. حد فينا يكون مسؤول عن هو ينظف المكان بعد ما كلنا، او نعم. او حاجات، او نعم. حد مثلا يدفي النور قبل ما ننام، ايا كانت الاعمال الصغيره. اتفضل. كمان من الحاجات اللي بتعملها الأسرة، ودي حاجة مهمة جدا عايز أنبه ليها، الاستجابة إلى تساؤلات الطفل. طفلك لما يبتدي يسأل، ده معناه أنه هيبتدي يكون شخصيته، وشخصيتنا بتتكون نتيجة إجابات على أسئلة إحنا بنسألها. أفكارنا ومعتقداتنا الآن تكونت نتيجة أسئلة سألناها في الصغر وخدنا إجابات عليها. لو الإجابات اللي خدناها كانت إجابات خاطئة، دي بتعمل للأسف الشديد معتقدات خاطئة فيه. فمهم جدا الأب والأم إن هم يستجيبوا لكل تساؤلات الطفل دون محاولة الاستهزاء بيها، لكن تقدير هذه التساؤلات ومحاولة الإجابة عليها، وكمان استغلال المواقف العرضة في الحياة في تعليم الطفل. بمعنى لما يجي لنا ضيوف، لازم أعلم طفلي أنه يحاول يسلم عليهم، يقعد معاهم. مفيش حاجة اسمه أصله بيتكسف ولسه صغير فبيخش جوه، لا، أعلمه إزاي يكون اجتماعي مع أصدقائه ومع الناس. حاجة كمان بالنسبة للأسرة في التنشئة الاجتماعية، انه مهم جدا في بيوتنا المسيحية انه الطفل من صغره يجد انه بابا وماما واخواته عندهم وقت اسبوعي بيقضوا فيه مع بعض، انه هم يصلوا مع بعض، وانه يقرأ كلمة ربنا مع بعض، وانه هم يحاولوا من خلال آية جميلة يحفظوها له ويحاولوا يخلوه يصلوا بيها. ده بيعمل علاقة قوية وعميقة بالنسبة لعلاقته مع ربنا. الطريقة الثانية، الجزء الثاني، انه انا قلت انه عملية التنشئة الاجتماعية مش بتقوم بيها الاسرة بس، لكن كمان زي ما الاسرة بتقوم بعملية التنشئة الاجتماعية، المدرسة كمان بتربي، المفروض يعني ان المدرسة مشتركة في تربية اولاد. فعشان كده مهم قوي اختيار نوع المدرسة لأولادنا، لأن المدرسة مؤسسة مهمة جدا في عملية التنشئة الاجتماعية. مش بس بتلقنه العلم وتنقل له الثقافة، لكن كمان احتكاكه مع الولاد الآخرين من تنشئات تانية، من ثقافات تانية، بالظبط، احتكاكه مع جماعات مختلفة بتنميه وجدانيا، بتعلمه الالتزام، بتعلمه الانضباط، بتأهله عشان يندمج مع اجتماعيا مع اشخاص غير اللي هو مختلفين في طرق التربية اللي هو حقيقي اتربى عليها، فيبتدي يكون صداقات. ولازم بابا وماما يتابعوا الموضوع ده، ان ابنهم في المدرسة يكون بيكون صداقات مع قبول الاخر والثقافات الاخرى والقواعد، ان يمكن الاسره كل حاجه انا عايزها ينفع تتقدم، بس هنا في حدود لكل واحد. اشكرك، لان دي نقطه مهمه قوي، انه يتعلم انه الالتزام بمواعيد معينه، ومش اي حاجه تخطر على باله بيعملها في اي وقت، لكن كل حاجه بيبقى لها وقت مظبوط. الاسره وبعدين المدرسه، بعدين المدرسه، وبعدين يجي دور الكنيسه. الكنيسه، والحقيقة دور الكنيسة مش منفصل ولا عن دور الأسرة ولا عن دور المدرسة، بيقوموا بالاتنين، الكنيسة بتدمج الاتنين. نعم نعم، الكنيسة بتعلمه المبادئ المسيحية الأساسية في ملكوت ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس.
الكنيسة بتعلمه ازاي يسلك بمحبة، يسلك بوداعة كنور وملح. الكنيسة كمان بتساعده انه تثبت ايمانه وعقيدته قدام ثقافات مختلفة، انت عارف جوه المدرسة. الكنيسة بتعمل كذا حاجة في تنشئة الطفل. واحد، تربي جواه روح التسامح ومحبة الآخر، محبة الأعداء، أحبوا أعداء باركوا لعنيكم. تربي جواه روح التسامح وروح الغفران قدام عالم كله انتقام وتذمر، فيبقى نور وملح مختلف. أنت العطاء بالضبط. كمان الكنيسة تعلموا خدمة الآخر. خدمة الآخرين، من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ده الكنيسة. كمان الكنيسة بتعلمه حاجة خطيرة جدا مش ممكن العالم يعلمها له، وهي الشجاعة الأدبية. انه يبقى عنده شجاعة أدبية لما بيغلط يقول أنا اللي غلط، ويبتدي يكون شجاع في التعبير عن رأيه. عايز أشاركك بآية خطيرة قوي مش بنتكلم عنها كتير، موجودة في متى 10:27. ممكن حضرتك تطلع لنا الآية متى 10:27 نقولها للناس. الذي أقول لكم في الظلم، في الظلمة. قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. اللي أنا أقول لكم في الظلمة أنتم تقولون في النور، في النور بشجاعة، من غير ما تخاف أنك تعترف بالأمر، وأنك تقول أنك مسيحي، وأنك تعلن عن حبك للمسيح. والذي تسمعونه في الأذان نادوا به في السطوح. فالكنيسة بتعلمه التسامح، بتعلمه خدمة الآخرين، بتعلمه الشجاعة الأدبية. كمان الكنيسة تعلمه التعامل بالتضاع، بتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين لكن المتواضعين يعطيهم نعمة. كمان الكنيسة تعلمه التعامل بعدل وبصدق. بولس بيقول لتيموثاوس لا تعمل شيئا بإيه؟ بمحاباة. فكلمنا عن التنشئة الاجتماعية بتقوم بها الأسرة والمدرسة والكنيسة. طفلنا بقى يكبر شوية ويخش بقى مرحلة البلوغ، من 10 سنين أو 9 سنين البنت، وأحيانا لغاية 11 سنة. ممكن نبقى نتكلم في حلقة عن التغيرات اللي بتحصل في مرحلة البلوغ، لكن هنكتشف بعد كده ان اللي بيقوم بعملية التربية هي البيئة المحيطة وجماعة الأصدقاء. للأسف بيبقى تأثيرهم على ابنك وعلى بنتك أكتر بكتير من تأثيرك. حاول كده في سن من 12 سنة حضرتك تروح تجيب له تيشيرت أو تجيب لها فستان من غير ما تاخدي رأيها، هي لا يمكن، هو لا يمكن هيلبس هذا. ما دي مرحلة رفض السلطة. بالظبط. التمرد. التمرد. دايما حضرتك تستخدم لفظ إن دي مرحلة تمرد. بالظبط كده. لكن عارف لو حد من أصدقائه قال له التيشيرت ده كويس هو مش هيلبس غيره. فجماعة الأصدقاء بيبقى لها تأثير كبير جدا في تشكيل حياته الاجتماعية. عشان كده نصيحة للأباء والأمهات انه بطريقة غير مباشرة حاول تعرف مين جماعة الأصدقاء اللي ابنك ماشي معاهم، لأن كل سلوك هيتعلمه من أول سن 12 سنة لغاية سن 18 سنة هو مرتبط بجماعة الأصدقاء. حضرتك مع التدخل، التدخل لاختيار الأصدقاء؟ التدخل كلمة صعبة، لأنه هيبقى صعب إن أنا أفرض عليه، لكن في نفس الوقت أنا ممكن أشجعه لبعض الأشخاص. ويا سلام لما يبقوا جماعة الأصدقاء دول من داخل الكنيسة، وده دور اجتماعي مهم جدا تعمله الكنيسة، انه من خلال مدارس الأحد ومن خلال اجتماعات الشباب تبقى جماعة الأصدقاء هي من داخل الاجتماع نفسه. فأنا أضمن ان ابني يبقى موجود في بيئة نظيفة مع أولاد أنا أعرف أبائهم وأعرف أمهاتهم، وبالتالي أعرف سلوكهم
هيبقى شكله ايه. مرات اخ نصري يعني يحصل ان احنا نعلم اولادنا مبادئ معينه وقيم معينه بس المجتمع نفسه مش هيدي مبادئ ولا قيمه. يعني مرات مثلا احنا نعلم اولادنا التسامح او العطاء او مثلا عدم العدائيه. خلينا ناخد معاك فكره ان هو ايه ان الولد ما يكونش عدائي، اللي يضربك ما تضربوش، بس المجتمع اللي بره بيقول اللي يضربك اضربه. فالولد يعني مثلا انا عندي نموذج الولد راح المدرسه، فكل ما الولد يضربه يقول لهم ربنا يسامحك، فهم فكروها لعبه، فكل شويه كل بريك يضربوا فيها عشان يقول لهم ربنا يسامحك. لا الحقيقه الطريقه دي في التعامل مع المواقف دي طريقه مش مظبوطه. ايوه يعني فكره التسامح لاشخاص لا تقدر هذا التسامح ده طريقه ما يعني مش صحيحة. أتسامح لكن لا أتنازل عن الحق. أنا ابني اتضرب فأنا بقول له أنت بتروح تشتكي للمس أو تشتكي للأستاذ، لكن اتكرر الأمر ده أنا لازم هكون بتدخل ولازم أعلمه أنه يدافع عن نفسه. هو ما يكونش البادئ لكن مش معناه أنه يتضرب ويسكت، وبالتالي هربي جواه نوع من الإذلال. يعني خلينا دايما واحنا بنعلمهم القيم المسيحيه ما نعلمهمش قيم مثاليه قوي مش موجوده على ارض الايه الواقع. يعني نكون في رمانه ميزان بين الواقع وبين التعليم المسيحي. النقطه الاخيره وانت لازم تقول لنا فيها شويه، اصل دي مشكله العصر اللي احنا فيه. الاعلام احنا ابتدينا قلنا التنشئه الاجتماعيه مفهومها انه كائن بيولوجي هيبقى كائن اجتماعي. فاللي بيقوم بالعمليه دي قلنا اتكلمنا عن الاسره وبعدين المدرسه وبعدين الكنيسة. كبرنا بقى شويه بقت البيئه المحيطه، دخل البيئه المحيطه والثقافه والالفاظ اللي بيسمعها من حوله، تمام، ها، والمصطلحات اللي الشباب بيستخدمها دلوقتي. اخر حاجه عندك ايه؟ احنا محتاجين نعمل حلقه عن، انا كنت كل سنه بعمل رصد انت عارف للمصطلحات والروشنه اللي بيستخدموها الشباب، لكن في الفتره الاخيره الحقيقه الموضوع كتر قوي، فممكن نبقى نعمل حلقه عن الموضوع ده، نفهم الاهالي ازاي الالفاظ دي نتعامل معاها من غير ما نقول له لا عيب ولا ما تستخدمهاش، ونبقى قافلينه قافله بعيده عن المجتمع، لكن في نفس الوقت احنا مش هنسيبه يعني ينطلق بالفاظ لا تليق. يعني نكبر شويه بقى بعد جماعه الاصدقاء، حاليا اللي بيربي وسائل الاعلام، فيس، تويتر، الواتس، الفايبر، الرسائل السمعية. حتى على فكرة لو برضو هناخد حلقة العلاقات بتاعت الحب، يعني أيامي وأيامك كان الحب بيبقى يكتب لها جواب ومن حبك ما بنامش الليل وبنام بالنهار والكلام ده، لكن حاليا لا، هو ما فيش كلام ولا عادات، هو كله كلام على الموبايل يعني حتى ما فيش رسائل كده. لكن وسائل الإعلام بتأثر بشكل غير مباشر، البرامج اللي بيسمعها ابني، الألعاب اللي بيلعبها، الألعاب العنيفة جدا، ما ينفعش أخلي ابني يقعد يلعب لعبة عنيفة لفترات طويلة. لازم لما ألاحظ الألعاب اللي بيلعبها ابني، وفي حوادث كتير قوي أنا وإنت سمعنا عنها نتيجة هذه الألعاب العنيفة اللي فيها ضرب وقتل بيحاولوا ان هم يقلدوها في الواقع. فانا لازم اكون متابع الالعاب اللي بيلعبها ابني وما خلوهوش يعني يصمم على لعبه معينه. وارجو انه لو حد عنده مشاكل من الموضوع ده ممكن يبقى يبعت لنا واحنا نبقى نعمل حلقه نرد بيها على التساؤلات دي. طب انا عايز اقول ان يعني في وقت كتير جدا يعني احنا اوت اوف كنترول، احنا بره التحكم، بمعنى ان التليفون دلوقتي في ايده، يعني وسائل الاعلام دلوقتي بقى في ايده، هو بيستخدمه قدامي وورايا. طب يعني ما احنا يعني لما هنتكلم عن طرق التربيه هنتعلم حاجه خطيره قوي نفسي نعملها بطريقه عمليه، نفسنا نفيد الناس فعلا بطريقه عمليه، انه من سن 9 10 سنين مع مرحله البلوغ لازم تتحول العلاقه
اللي بيني وبين ابني من علاقة أبوة إلى علاقة صداقة. صدق. ودي مش كلمة سهلة، يعني كلمة سهلة إن احنا نقولها، لكن هي محتاجة مجهود جبار من بابا من ماما عشان تتحول العلاقة من علاقة أبوة إلى علاقة صداقة. وصدقني لو تحولت من علاقة أبوة إلى علاقة صداقة هو هيوريك الموبايل بتاعه وهيوريك كل حاجة على الموبايل بتاعه، بس هيشوف مدى سعة صدرك انك تتقبل هذه الامور، وبالتالي الامر هيبقى مختلف شوية. دور الاب، دور الاب، دور الام، دور الاسرة هنا ان هو يتابع، يتابع نعم. اللي بيحصل اعلاميا، اللي بيحصل المجتمع اللي لازم. شغال فيه لازم عشان ايه البرامج اللي بيتفرج عليها. ابني طبعا انا مش هفتح موبايل واشوفه على الواتس هو كاتب ايه ولا عامل ايه، لكن ابني ايه الالعاب اللي بيلعبها وازاي كل شوية احاول اخليه يغير هذه الالعاب. ابني بيتكلم مع مين اكتر، معجب بمين، بيتعامل مع مين، بفهمه ازاي ان المشاعر بتاعتنا انا ما اقدرش اتحكم فيها، لكن خلي بالك لو عبرت بكلام ممكن الكلام ده ترجع تندم عليه، لان المشاعر من اول سن 12 و14 سنة بتبتدي تتغير، ممكن تتغير كل 6 شهور. فانا مش هقدر اتحكم في مشاعري، لكن اتحكم في الاندفاع اللي ما يخلينيش اغلط. في دقائق، في دقائق قليلة حضرتك وجه رسالة لكل اب وكل ام النهاردة، المصنع الاولاني ازاي يبدأ يتعامل مع كل المعطيات اللي احنا اشتغلنا عليها دي. يعني المفروض ايه دور الاب، يعني اللي كمان يعني فقد الوقت اللي هو ابنه بقى كبير دلوقتي، فهل الاسرة تعمل ايه، الكنيسة تعمل ايه، الاب والام يعملوا ايه دلوقتي؟ الحقيقة انا عايز اقول لكل اب وكل ام ان الكتاب المقدس بيقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. عايز اقول لك انه اول 10 سنين من عمر ابنك هي اهم 10 سنين في عمره كله. فانت محتاج زي ما بتخصص وقت لكل حاجة لازم تخصص وقت لابنك، ولو 5 دقايق يوميا تاخده في حضنك وتسيبه يتكلم وتسأله عن كل حاجة وتسمعه، لان ده شيء رائع جدا انه يحس انك مهتم بيه. كمان اي سؤال مهما كان هذا السؤال، يعني لا تستهزئ بأسئلة ابنك وحاول انك تجاوب عليها بقدر الامكان. ما فيش سؤال تقول له لا 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 ما تسألش السؤال ده، او ما فيش سؤال تقول له لا عيب او حرام انك تسأل هذا السؤال. يا سلام كمان مع كل صغيرة وكبيرة تجيبها لابنك تقول له اشكر ربنا انه بيديني نعمة انه قادر اجيب لك الحاجات دي. عايز اقول لك حاجة كمان مهمة قوي، عارف الطبطبة والهدهدة اللي على الطفل دي، مهم جدا انه الطفل بيحتاج من صغره الى 3 طبطبات كل ساعة. لما بيكبر اللي زي حالاتنا محتاج 3 طبطبات يوميا. الطبطبة دي والهدهدة دي وانه يسمع في ودنه كلمة انا فخور بيك او انا بحبك، هذه الكلمات لها واقع السحر في انك بتربي شخصية ينفع تعتمد على نفسها، وينفع ان هي لما تكبر تبقى شخصية واثقة من نفسها ومسؤولة. بنتك ابنك هو اعز حاجة عندك، هو عطية ربنا ليك، فمن فضلك صلي له، خده في حضنك وثق انه الله يحفظه لك ويديك حكمة في انك تتعامل معاه في كل المواقف. في نهاية حلقتنا نفسنا نقعد وقت اكتر نسمع الكلام الجميل ده. بنشكركم جدا، بنشكر اخ ناصر. طبعا احنا متواصلين مع بعض في حلقات كثيرة يعني. اهلا بحضرتك ومتشرفنا بيك، بنشكركم جدا. بيبان على في تحت الشاشة رقم تليفون ممكن حضرتك تتواصلوا معنا سواء كان واتس او فايبر او على الفيس. ونشكركم والى اللقاء في حلقة تانية. صباح الخير. بيتك
هو منار الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة عايشة بجد بيتك بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد بيتك هو منارة الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة بجد بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع ابني بيتنا طوبة طوبة صلواتنا بسكتات محسوبة تسبيحتنا ليك محبوبة بالصعاب تمسح دموع بيتنا يا رب بيتك